متكئ على ما تبقى من أمله، متعكز بأصدقائه. أبحر رامز عبر عدن إلى جيبوتي باحثا فيها عن تأشيرة توصله إلى بلاد الهند، فهناك مستشفيات أطباؤها قادرون على إنقاذ قدمه من قرار البتر الذي اقترحه أطباء في اليمن نظرا لسوء إصابته. أطلب الأصدقاء، لكنت الآن معاقا وقد تم بتر الرجل في محافظة تعز، كما أخبروني كل الجراحين والأطباء بأنه لا فائدة إن لم يكن هناك مركز متقدم في جراحة الأعصاب ونقل الأوتار. كان رامز مقيما في صنعاء، لكنه غادرها إلى تعز للعمل مع شباب من أبناء المدينة لإنقاذ المصابين هناك. فبعد حصار المدينة من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع انتشرت الأوبئة، فسارع هو وأصدقاؤه لتأسيس وحدة حمى الضنك في مستشفى الثورة بالقرب من معبر الدحي. حاول رامز إنقاذ أسرة سقطت قذيفة على منزلهم، وأثناء وصوله إلى المكان أفرغ أحد القناصين عددا من الطلقات في فخذه وركبته، فظل ينزف هناك لساعات حتى كاد يفارق الحياة. تلقى عقبها 4 عمليات أجريت للعظام والعصب والأوعية الدموية، وبعد 7 أشهر من الوجع قرر الأطباء بتر قدمه لعدم تمكنهم من عمل زراعة للعصب ونقل الأوتار. باع رامز كل ما يملك لإنقاذ قدمه، وبعد أن استهلك كل ما لديه استسلم لليأس ووافق على قرار البتر، إلا أن أصدقائه أصروا على سفره لتلقي العلاج في الهند. لكن ما زلت بحاجة إلى 3 عمليات في نقل الأوتار وزراعة العصب، وقد أحتاج هنا طبعا فترة طويلة، وأنا الآن طبعا أتعالج على حساب أصدقائي، هذا كما قلت في ظل غياب دور الشرعية. اجتاز رامز نصف خطوات الطريق لإنقاذ قدمه، إذ تبقى له 3 عمليات، لكن نفاد الإمكانيات منه أجبره على البقاء والانتظار.